السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لو سمحت يا شيخنا، أنا يعني حدثت يومين ونسيت ما قلت، يعني لا أدري إن كنت يعني قلت علي الطلاق أو يعني زوجتي تبقى علي كظهر أمي، نسيت. أدنى علي الطلاق، افعل الأدنى، كفر كفارة يمين. أكفر كفارة يمين؟ أنت موقن أنك حلفت؟ نعم، لكن لا لا، أدري ماذا قلت. خلاص، حلف موقن أنك حلفت، كفر كفارة يمين. جزاك الله خيرا. وياك.